عرضت مؤسسة خليجية لتصدير السيارات تخفيضاً قدره 90 مليون سنتيم على سوزوكي سويفت الرياضية التي تسوق من عند الصماصرة ما بين 350 و 380 مليون سنتيم، وأعلنت الشركة تسويقها لهذه السيارة بسعر 290 مليون سنتيم شاملة جميع الرسوم. السيارة تتوفر على محرك بنزين بسعة 1.2 لتر في في تي، يولد قوة 85 حصان متصل مع علبة سرعات أوتوماتيكية من 5 نسب، وتتوفر هذه السيارة على بعض التجهيزات الراحة والأمان، على غرار شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات تتيح التحكم السهل بمختلف أجزاء السيارة، ومكيف هوائي يدوي، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني في المنعرجات USB، ومرايا جانبية إلكترونية، والتحكم الآلي بالنوافذ الأربعة، وعجلات معدنية، ومصابيح مضادة للضباب، ونظام الإنذار من السرقات لا قدر الله، ومستشعر ركن خلفي. وما يميز هذه السيارة هو شكلها الرياضي في الواجهتين الأمامية والخلفية بعاتم من الكروم من الخلف، وعجلات بمقاس 16 بوصة، وأضواء نهارية في الأمام، وخطوط رياضية على الجانبين. وفي الأخير سعر هذه السيارة بالنسبة لي واش راه يدور في السوق سعر جيد، والعيب الوحيد اللي عندي على هذا الوكيل وهو تخلص وتصبر 75 يوم عاد به تدي سيارتك، وهذا الأمر غير منطقي والقانون لا يحمي المغفلين. سلام.